يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، أولى حلقات الأسبوع. دايما حلقات تكون مليئة بالأخبار والكواليس الهامة على مختلف الأصعدة، سواء عالميا محليا. وقبل كل ده، كل جديد يخص يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، كل الأخبار والتفاصيل اللي حضراتكم حابين تعرفوها، رغم أن احنا في فترة توقف دولي والأخبار قليلة شوية، لكن في بعض القضايا اللي لازم نعلق عليها بشكل مفصل عشان نحط كل جماهير النادي الأهلي في الصورة. فعندنا النهاردة كلام كتير جدا مهم، لكن دايما بننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة. سؤال الحلقة ليه علاقة بمنتخبنا الوطني اللي هيستعد من بكرة بإذن الله من خلال المرحلة الثانية في معسكر استعدادا ليه مباراة بلجيكا يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله تعالى. فالسؤال بيقول لك رأيك إيه في قائمة المنتخب الوطني النهائية لمباراة بلجيكا الودية اللي أعلن عنها بالأمس روي فيتوريا، اللي شهدت استبعاد مثلا محمد شريف، أحمد عبد القادر وبعض اللاعبين الآخرين، وانضمام المحترفين إن شاء الله بداية من الغد. وبكرة أصلا ميعاد السفر للكويت، المكان اللي هيتلعب فيه أو الدولة اللي هتستضيف هذه المباراة بين المنتخب الوطني المصري مع المنتخب البلجيكي. هننتظر تفاعل حضراتكم معانا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تعليقكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، كولر يطلب تقريرا طبيا عن اللاعبين قبل العودة للتدريبات. وفي الترند المحلي، المنتخب يواصل استعداداته لبلجيكا. أما في الترند العالمي، منتخبات المونديال تعلن عن قوائمها النهائية. يعني اكيد مع عناوين مهمه ليها تفاصيل اكتر هنتكلم عنها. خليني بس ابتدي باهم المباريات النهارده في مختلف الدوريات حول العالم، خصوصا ان دي اخر جوله قبل انطلاق بطوله كاس العالم قطر 2022 يوم السبت المقبل باذن الله تعالى. ان شاء الله بطوله تكون ناجحه على المستوى التنظيمي، نتمنى فيها طبعا كل التوفيق للمنتخبات العربيه المشاركه، المغرب، السعوديه، تونس، واكيد قطر الدوله المستضيفه لهذه البطوله العالميه، والكل اكيد بيترقبها بشكل كبير. لكن مباريات النهارده اكيد هتكون بتتأثر باقتراب بطولة كأس العالم المونديال، خصوصا للاعبين اكيد اللي تم اختيارهم في قوائم المختلفة لمختلف المنتخبات، قلقانين شوية، في وسواس كده اللي هو يعني انا داخل على كأس العالم، فدي اهم بطولة، نفسي امثل المنتخب بتاعي بشكل كويس واكون جاهز بنسبة 100%. فبالتالي هكون حريص قوي قوي في الماتشات او في الماتش الاخير بالتحديد قبل انطلاق البطوله دي، وده يمكن اللي حصل النهارده مع مانشستر سيتي في المباراه الاولى. وانا هتكلم معاكم عن مختلف الدوريات واهم المباريات، لكن النهارده المباراه الاولى في الجوله رقم 16 من بطوله الدوري الانجليزي، البطوله الاكثر اثاره حول العالم، ومباراه كانت انتهت بفوز برينتفورد على ملعب مانشستر سيتي بنتيجه 2-1. الماتش كان ابتدى بالظبط الساعه 2:30، لكن مباراه شهد التقدم لبرينتفورد بهدف لإيفان توني في الدقيقة تقريبا 14 أو 15 من الشوط الأول، وبعد كده اتعادل مع نهاية الشوط الأول فيل فودن، طبعا نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي اللي بيشارك لأول مرة كأساسي بعد ثلاث مباريات متتالية كان على الدكة. وبعد كده في الوقت بدل الضايع اللي كان مقدر بحوالي 10 دقائق بسبب إصابة لابورت، إصابة في الرأس، إمريك لابورت طبعا مدافع مانشستر سيتي، في 10 دقائق وقت بدل ضايع كان الكل بيتوقع ان مانشستر سيتي هيحقق نفس السيناريو اللي حصل امام فولهام في الاسبوع الماضي، والهدف اللي جه في الاخر من ايرلينج هالاند من ضربه جزاء، لكن اللي حصل كان العكس تماما، ان ايفان توني قدر ان هو يجيب هدف الفوز لبرينتفورد في الدقيقه تقريبا 92 او 93 من الوقت بدل الضايع، وكان كمان في هدف اخر كان ممكن من خلاله يبقى هاتريك بعد ما انقذ فودن وطلع الكره تقريبا من جوه الجون من امام ايفان توني اللي كان هيجيب الهدف الثالث ليه والثالث ليه برينتفورد عشان يحقق مفاجاه مهمه جدا جدا بالفوز بنتيجه 2-1. وارسنال شكله هيعملها ولا ايه؟ ارسنال لو فاز النهارده هيفرق عن مانشستر سيتي 5 نقاط قبل فتره التوقف، والاثنين هيكونوا لاعبين نفس عدد المباريات، فحلم جمهور ارسنال بيراودهم وهو الفوز ببطوله الدوري الانجليزي بعد فتره كبيره جدا من الغياب، لكن طبعا لسه بدري على بطوله الدوري.
والحسم، والمنافسة أكيد قائمة بقوة بالتحديد ما بين أرسنال ومانشستر سيتي حتى هذه المرحلة. فدي كانت أول مباراة وصدمة لجوارديولا، وزي ما قلت لكم واضح جدا أن اللاعبين متأثرين جدا أو منتظرين بطولة كأس العالم وخايفين على نفسهم من الإصابات وكده، فبالتالي تلاقي آخر ماتشين لمانشستر سيتي سواء قدام فولهام حتى لو كسبوا أو النهاردة قدام برينتفورد مش أفضل حاجة، وكمان بيخسروا مباراة مهمة. طيب النهاردة كمان في مباريات ابتدت الساعة 5 بالتحديد، 5 مباريات. أول مباراة ما بين بورنموث وأيضا إيفرتون، مباراة مهمة جدا للفرقتين، وماتش هيكون على ملعب برينتفورد. التعادل السلبي في الدقيقة 9 ما بين الفرقتين، المباراة ابتدت الساعة 5 بالظبط، ليفربول مع ساوثهامبتون. تقدم ليفربول بهدف لفيرمينو، لكن سريعا تعادل ساوثهامبتون بهدف لآدمز في الدقيقة 9. فيرمينو جاب الجون من اسيست لروبرتسون في الدقيقة 6، وآدمز جاب الهدف، هدف التعادل في الدقيقة 9. واضح ان ليفربول برضو مش في افضل مستوياتهم حتى الان. نوتنغهام فورست بيلعب كريستال بالاس على ملعبهم او على ملعب نوتنغهام يعني. ومباراة اخرى ما بين ليدز يونايتد وتوتنهام على ملعب توتنهام، توتنهام متأخر بهدف مقابل لا شيء، والنتائج زي ما حضراتكم شايفينها كده على الشاشة. مفاجآت عديدة في الأسبوع ده في الحقيقة من بطولة الدوري الإنجليزي. المباراة الأخيرة في نفس التوقيت هي مباراة ويستام يونايتد وليستر سيتي، تقدم ليستر سيتي بهدف لماديسون على ويستام في ملعب ويستام. ويعني احنا يا جماعة ما لحقناش، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم الشوط الأول، كل الماتشات تقريبا ما عدا ماتشين جه فيهم أهداف، فهو ده الدوري الإنجليزي الأكثر إثارة في الحقيقة وأكثر متعة من أي دوري آخر. فدي المباريات اللي بتتلعب دلوقتي الساعه 7:30، نيوكاسل مع تشيلسي وولفرهامبتون مع ارسنال. مباراه هتكون الساعه 10 الا ربع، فرصه لارسنال ان هم يفوزوا على ولفرهامبتون علشان يقدروا ينفردوا بالصداره بفارق اكبر من النقاط، بعد ما كان الفارق نقطتين ممكن يصبح يا اما 3 نقاط في حاله التعادل او 5 نقاط في حاله فوز ارسنال. دي مباريات الدوري الانجليزي. اما بخصوص الدوري الايطالي فالنهارده في 3 مباريات. نابولي فاز على اودينيزي بنتيجه 2-0، نابولي من افضل فرق العالم هذا الموسم، والشوط الاول هو اللي انتهى طبعا، الماتش لسه ما خلصش، لكن نابولي بصراحه عامل موسم رائع سواء على مستوى الشامبيونز ليج او حتى على مستوى الدوري الايطالي. الساعه 9 سامدوريا مع ليتشي، والساعه 10 الا ربع بولونيا مع ساسولو. اما الدوري الفرنسي فلانس الفرنسي بيلعب كليرمون فوت الساعة 6، هيلعبهم الساعة 6، والساعة 10 رين مع تولوز الفرنسي، أيضا مباراة في هذا الدوري يعني اللي دايما أقرب للفوز بيه هو باريس سان جيرمان نظرا للنجوم واللاعبين الكبار جدا في صفوف باريس سان جيرمان. دي أهم المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية تحديدا. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل كل التفاصيل، استنوا. اهلا بحضراتكم مره تانية. في الحقيقه يعني زي ما احنا عارفين كده والطبيعي يعني بصراحه مش هو ده الغريب، ان جمهور الكره المصريه بمختلف الانتماءات دايما يستحق اعلام محترم ومهذب واعلام مهني، ده اللي يستحقه اي واحد من جماهير الكره المصريه بمختلف انتماءاتهم. انا بفتخر وبتشرف ان انا موجود في قناه تتسم تمام بسيستم واخلاقيات وسياسه واضحه جدا لجمهورها، لا تشوبها اي نوع من انواع التجاوزات او اي نوع من انواع المغالطات او اي نوع من انواع الالفاظ اللي ممكن تدخل بيوت الجماهير المصريه بمختلف انتماءاتها. فهو ده الاعلام المهني المحترم، ولازم ان احنا نشيد بحاجه زي كده بالتحديد بخصوص قناه الاهلي، واكيد معظم القنوات بصراحه معظم القنوات في الجانب ده في الجانب الاخلاقي يعني بالتحديد، لان هو ده اللي يستحقه المشاهد المصري والمشاهد اللي بيحب الرياضه، الرياضه اللي هي كلمه كلها تنافس كلها اخلاق كلها احترام، هو ده دايما اللي بنشوفه من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، وعمر ما قناة النادي الأهلي هتحيد عن هذا الطريق، مش هتخرج عن الطريق ده أبدا وهتفضل في السكة بتاعتها، فلازم الجمهور نفسه يبقى واخد باله من حاجة مهمة زي دي.
عندي اكتر من جزئيه عايز اتكلم فيها بالتحديد. هتقول لي يا عم الدنيا فاضيه هتتكلم في ايه؟ لا انا هتكلم معاكم في حاجات حلوه والله، هتكلم معاكم في حاجات حلوه ومهمه جدا. اول حاجه، ما ينفعش ما علقش على اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اول امس يوم الخميس بالتحديد. الاجتماع كان ابتدى تقريبا الظهر، يعني استمر لوقت لان كان في بعض ملفات الهامه للغايه، لقطات هي اللي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. والاجتماع طبعا كان برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، في ظل طبعا غياب الكابتن محمود الخطيب بسبب رحلة العلاج في فرنسا، وبيقترب جدا من العودة والحمد لله أموره الصحية على ما يرام والأمور ماشية بشكل كويس. وأول امبارح تحديدا يعني كان عنده بعض التحاليل اللي بيجريها ومستني نتيجتها، وإن شاء الله من المتوقع أو من المفترض أنه يرجع يوم 14 لو اطمن بشكل كامل. نتمنى له يا رب الشفاء العاجل والعودة سريعا، ومجرد ما يرجع إن شاء الله هيباشر عمله بشكل طبيعي. فالاجتماع ده نتج عنه عدد من الأخبار الهامة، وهي أكيد أكيد أخبار سعيدة. وحضراتكم بتشوفوا اللقطات كده، الأعضاء مجلس إدارة هم داخلين غرفة الاجتماعات وغرفة مجلس إدارة النادي الأهلي أو قاعة مجلس الإدارة في النادي الأهلي. أهم حاجة بالنسبة لي، لأن إحنا دلوقتي هنتكلم على معادلة غاية في الصعوبة يا جماعة، مش حاجة سهلة، وهي إيه؟ اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ النادي الأهلي. أكبر ميزانية في تاريخ النادي الأهلي، ما هتقول في تاريخ النادي الأهلي يبقى أكيد هي أكبر ميزانية في تاريخ الأندية المصرية. لما هتقول أكبر ميزانية في تاريخ الأندية المصرية يبقى أكيد هي أكبر ميزانية في تاريخ الأندية الإفريقية. فهو ده النادي الأهلي. الميزانية بقى بلغت كام؟ بلغت 3 مليار و87 مليون جنيه. أنت متخيل؟ 3 مليار و87 مليون جنيه ميزانية النادي الأهلي. ده الرقم مش سهل، تمام؟ وحققت فائض قدره قد إيه؟ 149 مليون و853 ألف جنيه، يعني ما يقرب من 150 مليون فائض في الميزانية. ودي طبعا الميزانية اللي هتتعرض على أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية العمومية إن شاء الله بإذن الله يوم 28 و29 من الشهر الجاري. فأنا اللي يهمني في الموضوع ده إيه؟ طبعا بخلاف إن الرقم ده رقم يعني كبير قوي وحاجة تفرح أي أهلاوي، لكن أنا اللي يهمني إن ده مؤشر واضح على نجاح مجلس الإدارة في تحقيق معادلة صعبة للغاية. إيه هي المعادلة؟ إن أنا دلوقتي نادي بحجم وقيمة النادي الأهلي وجماهيريته وشعبيته، أكيد عندي يعني مصاريف كتير جدا، إنفاقات بشكل كبير للغاية يتناسب مع حجم واسم كيان النادي، سواء فيما يتعلق بالمنشآت وأفرع النادي الأهلي الأربعة. عندك فرع طبعا أو مقر الرئيسي للنادي الأهلي في الجزيرة، فرع النادي الأهلي في مدينة نصر، فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد، وفرع النادي الأهلي في التجمع الخامس اللي هيكون بإذن الله افتتاحه بعد أيام قليلة بإذن الله واحد أحد، وهتشوفوا حاجة مبهرة. يعني هتكلم على فرع التجمع الخامس. فدي كل دي انفاقات، تمام، وفلوس كتير جدا بتدفع. فأدي شق بيتعلق بالجانب الإنشائي بخلاف كمان الجانب الاجتماعي، وناهيك عن إيه؟ عن الجانب الرياضي والأنشطة الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي، تمام؟ والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومصاريف اللاعبين والأجهزة الفنية. كل دي مصاريف كتير جدا. كون إن أنت تقدر تنجح في المعادلة دي بتحقيقها ويبقى في فائض في الميزانية، فده نجاح في حد ذاته لمجلس إدارة النادي الأهلي، لازم نشيد بيه، لازم نشيد بيه. هتقول لي ما هو أنت طبيعي تقول الكلام ده عشان أنت في قناة الأهلي. اعتب يعني ما هو الموضوع مش محتاج ان انت تتكلم بشكل غير حقيقي، هو موضوع واضح للجميع من خلال اعلان مجلس او اعلان النادي الاهلي بعد الاجتماع ده عن كل التفاصيل اللي زي دي. ولسه في تفاصيل اخرى هتكلم فيها مع حضراتكم. في نفس الوقت يا جماعه، عشان الناس تتعود دايما على اسلوب قناه النادي الاهلي، وانا عارف ان كل الناس متعوده على الاسلوب ده، لما الفرقه مثلا فريق اول لكره القدم كان وحش، اول ناس كانت بتطلع تنتقد بشكل بناء لصالح الفرقه وصالح النادي كان قناه النادي الاهلي. فدي جزئيه يعني عشان ما حدش يحاول يتكلم فيها بشكل كبير. فكل التحيه والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي بعد النجاح الكبير جدا واعتماد اكبر ميزانيه في تاريخ النادي الاهلي. طبعا المهندس محمد سراج الدين احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ايضا بيقوم بمجهودات عظيمه جدا، برضو من ضمن الناس اللي بنوجه لهم كل التحيه على المجهودات المميزه دي. لكن الاجتماع تم تطرق فيه لعدد من الملفات الاخرى، وبالمناسبه الكابتن محمود الخطيب حضر اجزاء من الاجتماع ده عن طريق الفيديو كونفرنس. ف
في الأجزاء المهمة، سواء فيما يتعلق بالميزانية، واطمن بشكل كبير جدا. ووجه كمان التحية لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على المجهود الكبير جدا اللي بوزل خلال الفترة اللي فاتت. كمان يعني ناقش الكابتن محمود الخطيب برضو من خلال بعض الأجزاء في هذا الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس آخر التطورات اللي بتتعلق بفرع التجمع الخامس والتجهيزات الخاصة بافتتاحه واستقبال أعضاء النادي والجوانب الخدمية وكل شيء. وبصراحة في موضوع التجمع الخامس انتوا هتشوفوا حاجة يعني أكثر من رائعة. ده شغل يعني، ده ناس بتشتغل، مجلس إدارة محترم بيشتغل بشكل مميز جدا وبشكل يعني معتاد داخل النادي الأهلي بصراحة، وشكل أكثر من احتراف يعني في الحقيقة. فبالتالي دي من ضمن الأمور يعني تطرق ليها الكابتن محمود الخطيب عن طريق الفيديو كونفرنس في اجتماع. فنتمنى كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله يعني خلال ايام هتشوفوا فرع التجمع الخامس. لو معانا صور يا جماعه للفرع تبقى حاجه كويسه برضو، بحيث ان احنا نقفل الملف ده او الجزء ده من الحلقه دلوقتي. ايوه الله ينور عليكم، حاجه ممتازه يعني. بص الصور، خلي بالك دي صور حقيقيه يعني، ده مش ماكيت ولا حاجه، دي صور على ارض الواقع دلوقتي. فرع النادي الاهلي في التجمع الخامس، لما تشوف بقى الافتتاح، وادي مسجد حاجه شكلها ممتاز جدا طبعا. اما تشوف الشكل على ارض الواقع بقى والاعضاء واللي يستحقوه بصراحه، ده اللي اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه يستحقوه بشكل كبير جدا، وده دور وواجب مجلس اداره النادي الاهلي. نحييهم كل التحيه ومليون مبروك لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي بشكل مبكر شويه قبل الافتتاح كمان، فدي حاجه من الحاجات اللي تحترم. طيب ده بخصوص ملف النادي الاهلي. تعالى بقى اتكلم معاك في كام حاجه كده مهمه، وبالتحديد بخصوص منتخبنا الوطني الاول اللي بنتمنى له يا رب كل التوفيق، ونتمنى روي فيتوريا ان شاء الله باذن الله ان هو يقدر يقدم لنا مباراه مميزه قدام بلجيكا، منتخب مرشح للفوز بكاس العالم. يعني بلجيكا بالقائمه بتاعتها بالاسماء الجباره اللي موجوده في المنتخب البلجيكي، اكيد منتخب مرشح للفوز بكاس العالم. اعتقد منتخب بلجيكا معاه اعتقد المغرب، يعني عشان كده بيلعبوا منتخب مصر كاحتكاك من نفس المدرسه تقريبا قبل ما يقابلوهم في المجموعه. لكن في كل الاحوال كلام كتير خرج خلال الفتره اللي فاتت، يعني بعد القائمة الأولى اللي تم الإعلان عنها وحتة كريم فؤاد، تمام، الناس انتقدت واحد زي كريم فؤاد بعيد عن القائمة، لكن في كل الأحوال ده شيء يحترم، مفيش مشكلة، وجهة نظر فنية. رغم إن طالما أنت كده كده عندك النية إنك تستبعد البعض من اللاعبين، فحتى كجانب معنوي واحد كان موجود معاك في المعسكر اللي فات وأدى بشكل أكثر من رائع مع ناديه، يا عم خده معاك في القائمة وبعد كده استبعده قبل المرحلة التانية اللي أنت أعلنت امبارح القايمة اللي هتشارك فيها او القايمة اللي هتكون موجودة في المعسكر في المرحلة الثانية استعدادا للمنتخب البلجيكي. لكن ما علينا، مش دي القصة. انا قصتي وانا هتكلم معاكم في حتة مهمة جدا كل ما حدث، ادي دي القايمة. طب خلينا نقول القايمة الاول قبل ما اتكلم عن الجزئية المهمة دي. في حراسة المرمى محمد الشناوي، احمد الشناوي مدافع بيراميدز، او عفوا حارس بيراميدز بعد الانتهاء من مباراتي الكونفدرالية، ومحمد عواد حارس نادي الزمالك. في الدفاع عمر جابر، اكرم توفيق، احمد حجازي، علي جبر، اسامه جلال، محمد او محمود علاء، محمد حمدي، وحسين السيد. خط الوسط طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، امام عاشور، محمود حماده، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، احمد مصطفى زيزو بقى مش احمد السيد. الهجوم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه واحمد حسن كوكا وعمر مرموش ومصطفى محمد. بمناسبه عمر مرموش، يعني عرفت ان هو جاله اصابه في المباراه اللي بتتلعب دلوقتي لفريقه وولفرسبورغ الالماني، ما اعرفش بيلعبوا مين بصراحه، لكن يقال ان هو تعرض لاصابه، نتمنى له يا رب الشفاء سريعا. لكن انا عايز اتكلم، ارجع لي بقى شادي، انا عايز اتكلم على او يا مجدي، عايز اتكلم على موضوع متولي وياسر ابراهيم، وهعرض لكم تصريح لساوث جيت، ما اعرفش هينفع نعرضه ولا لا، بس ساوث جيت المدير الفني للمنتخب الانجليزي، الراجل اعلن عن القائمه. فالقائمه بتاعت المنتخب الانجليزي اللي هتشارك في كاس العالم شهدت مفاجات، نظرا لان هو اعلن عن بعض الاسماء اللي ما كانتش بتلعب الفتره اللي فاتت، ومن ضمنهم ناس كانوا مصابين لسه في المراحل الاخيره من التاهيل. فالراجل عمل ايه؟ اختار كل من ووكر الظهير الايمن بتاع مانشستر سيتي، بقى له فتره ما بيلعبش بسبب الاصابه، اختار فيليبس برضو واحد مش من العناصر الاساسيه في تشكيله جوارديولا في مانشستر سيتي، واختار ماجواير اللي هو مدافع مانشستر يونايتد واللي ما بيلعبش بقى له فتره بشكل اساسي مع مانشستر يونايتد. فلما اتسال انت اخترتهم ليه، قال التبرير بتاع كل واحد، قالوا له مثلا كان في برضو لاعب مميز جدا، هو صغير في السن بس مدافع كويس ماشي بشكل جيد، ليه ما اخترتوش؟ قال لسه ما حدش اثبت من مدافعين الشباب ان هو ينضم للمنتخب في بطوله كبيره زي دي، فانا باثق كل الثقه في ماجواير. دي حاجه تحسب للمدير الفني. ونفس الحال بالنسبه لفيليبس، وقال كمان ان انا متابع
التأهيل والبرنامج الخاص بوكر الظهير الأيمن لمانشستر سيتي ومطلع على كل التقارير. ركز معايا في الجزئية دي وأنا هقرأ لكم التصريح. قال لك إيه؟ ده ساوث جيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي. كان لدينا تواصل جيد، بص بقى، كان لدينا تواصل جيد مع جميع الأندية في هذه الفترة عن سير التدريبات. ده الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي بيتواصل مع مين؟ مع الأندية الإنجليزية. كل سير تدريبات كل اللاعبين، لأننا سنكون بحاجة لاصطحابهم على الفور قبل رؤيتهم على أرض التدريب. حلو. وأردنا معرفة الأحمال التي يتعرض لها اللاعبون الأساسيون ومن يلعبون بصورة أقل اعتيادية. اخترنا المدافعين الأكثر خبرة الأصغر سنا، لديهم خبرة جيدة ولكن لا نعتقد أننا نملك ما يكفي من الوقت لنقل الخبرة إليهم. فهو هنا قال لك إيه؟ قال لك يا جماعة إحنا تواصلنا مع الأندية اللي إحنا بنرغب في يعني ضم عدد من اللاعبين منها عشان نعرف إيه الأحمال التدريبية الخاصة بكل لاعب والبرامج التدريبية بالنسبة لهم ماشية إزاي. ده شغل إيه؟ احترافي. إحنا هنا إيه اللي حصل عندنا بقى؟ تعال أحكي لك. أنت أكيد عارف بس في تفاصيل، وفي للأسف البعض من الإعلاميين اللي حاولوا يستغلوا القصة دي عشان يسوقوا أو يظهروا أو يصدروا صورة عن النادي الأهلي خاطئة، بالتحديد في موضوع ياسر إبراهيم. لكن خلينا نبتدي من الأول بموضوع محمود متولي. محمود متولي الراجل ماشي بشكل أكثر من رائع مع النادي الأهلي في 6 ماتشات اتلعبوا، ما عندوش أي مشكلة ولا إصابة ولا أي حاجة، بل كمان بالعكس ده بيتألق وبيتوهج ما شاء الله عليه. راح المنتخب تدريب في الثاني، هوب إصابة. طيب اتقال بقى يا جماعة طب ما هو الأهلي بعت تقرير للمنتخب. في أقاويل متضاربة في الموضوع ده، إن الأهلي بعت تقرير عن حالة متولي والجانب الاستشفائي الخاص بيه لازم يكون إزاي والجانب الخاص بالتدريبات والأحمال البدنية. الناس في المنتخب نفوا الكلام ده، وطلع الكابتن حازم إمام نفى الكلام ده وقال يا جماعة لا إحنا ما حصلش بينا أي تنسيق مع النادي الأهلي. أوكي مفيش مشكلة نصدق الكابتن حازم إمام طبعا وهو قيمة كبيرة، مفيش أي مشكلة خالص. لكن تصريحه في حد ذاته ده إدانة لجهاز المنتخب وإدانة للكابتن حازم إمام في وجهة نظري. ليه؟ لأن منتخب مصر بقيمته وقامته بالجهاز الكبير والمميز واللي من المفترض إن هو جهاز محترف لازم كان يعمل زي الراجل ساوث جيت، إن أنت تحاول تتواصل مع الأندية تقول لهم يا جماعة دلوقتي أنا عايز أطلع على التقارير الخاصة بكل لاعب، أنا حابب إن أنا أضمه خلال الفترة الجاية وأقف على البرامج التدريبية والتأهيلية الخاصة بيهم وعملية الاستشفاء والأمور تبقى ماشية إزاي عشان ما يحصلش أي انتكاسة أو أي إصابة للاعب أنا برغب في تجربته خلال الفترة اللي جاية زي ما حصل مع محمود متولي. فبالتالي تبرير المسؤولين عن اتحاد الكرة أو عن منتخب مصر خلال الفترة اللي فاتت إن أصلا ما حصلش تنسيق وإن النادي الأهلي ما بعتش حاجة، بس في نفس الوقت أنت لازم كمنتخب كنت تحاول تبقى حريص بشكل كبير جدا إنك تعرف كل التفاصيل زي دي. على الصعيد الآخر ياسر إبراهيم وعدم انضمامه لمنتخب مصر، حصل تنسيق تام ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والمسؤولين عن المنتخب. ليه بقى؟ ركز، لأن في إعلامي من الإعلاميين حضراتكم عارفينه بشكل كويس جدا قال لك إزاي؟ وما ينفعش ياسر ما يروحش المنتخب، ده منتخب مصر، ده محمد صلاح لما بيجي الناس بتتواصل وبياخدوا التقرير وده محمد صلاح اللي قيمته بقيمه الدوري المصري كله. وقعد يحاول يعني يقول لك ان الاهلي مش عايز يودي ياسر ابراهيم، وهو للاسف الشديد مش ملم بالتفاصيل والكواليس وعنده فريق اعداد من المفترض ان هو يتحرك يجيب له حاجات زي دي، بس واضح انه ممكن يكون كان ليه توجه بشكل او باخر. تمام؟ وراح قايل لك ايه؟ الاهلي هو انا مش بتكلم على الاهلي، مع انه بيتكلم على ياسر ابراهيم ومحمود متولي هم موجودين في النادي الاهلي، دول الناس مش بيلعبوا في الزمالك. لكن انا مش قصدي الاهلي، هم قصدك مين؟ لكن في كل الاحوال التنسيق حصل ازاي؟ حصل ان ياسر ابراهيم الراجل كان عنده احمال تدريبيه زائده لانه ما تمش اختياره في القائمه الاولى لمنتخب مصر، فبالتالي عنده اجازه 5 ايام، فلازم ترفع معدل الاحمال البدنيه عشان في راحه 5 ايام وبعديها تبتدي البرنامج الجديد بتاعك في التدريب. فهو ده سبب اللي خلى ياسر ابراهيم ما انضمش لمنتخب مصر، والتنسيق اللي حصل ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والمسؤولين عن جهاز الفني لمنتخبنا الوطني. فدي تفاصيل مهمه جدا لازم الناس تكون عارفاها ومدركاها بشكل كبير جدا، وتوضيح لبعض الامور لان في البعض الاخر بيحاول ان هو يصدر صوره غير حقيقيه عن النادي الاهلي اللي ليه مواقف تاريخيه مع منتخبنا الوطني، مواقف طبيعي جدا ياخدها النادي الاهلي، لكن هي مواقف مهمه ابرزها طبعا كاس العالم الاخيره اللي كان الاهلي بيلعب فيها مباريات دوليه مهمه بيمثل فيها منتخب مصر، وفي نفس الوقت كان عنده عدد من اللاعبين في منتخبنا الوطني اللي اكيد الاولويه طبعا لمنتخبنا، وكان عندهم غمار مباريات بطوله الامم الافريقيه. فمحدش يا جماعه يحاول يلعب بس في الحته دي عشان ده امر مهم. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنوا يلا بينا.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. تعالوا نشوف ترند الاهلي وايه الاخبار اللي موجوده على السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه، ونبتدي بحساب يلا كوره على تويتر واللي بيقول او بيكشف تطورات فكره انشاء فرع خامس للنادي الاهلي بالعالمين. لحد دلوقتي يا جماعه ما جاش اي خطاب رسمي من هيئه المجتمعات العمرانيه. الاهلي مشكل لجنه مكونه طبعا من الاستاذ العمري فاروق، هي اللجنه برئاسته يعني، وايضا الاستاذ خالد او المهندس خالد مرتجي والاستاذ محمد الغزاوي والاستاذ محمد الضماطي والاستاذ محمد الجرحي اعضاء مجلس الاداره، ولمياء مختار عضو لجنه تنميه الموارد والمدير التنفيذي كمان للنادي الدكتور سعد شلبي لدراسه الامر في حاله وصول خطاب رسمي من هيئه المجتمعات العمرانيه. فدايما ننتظر الرسمي، الامور تبقى ماشيه ازاي، لكن اكيد في اهتمام بالنسبه للنادي الاهلي. لو في حاجه زي كده طبعا هتبقى حاجه ايجابيه جدا في اطار حرص النادي الاهلي ومجلس ادارته على دايما ان هم يكونوا متواجدين في اكبر كم ممكن من الاماكن اللي تخدم اعضاء النادي الاهلي وجماهيره في كل مكان. تعالوا نروح لخبر اخر وهو بيتعلق بكهرباء. ده اليوم السابع على حسابهم على تويتر، وبيقولوا الفحص الطبي ينتظر كهرباء علي لطفي قبل اول مران للاهلي. اول مران تقريبا هيكون يوم الاثنين، وكهرباء وعلي لطفي كان عندهم برد قوي شويه، بس الحمد لله حالتهم كويسه. اعتقد كهرباء موجود في السعوديه بيعمل عمره، ربنا يتقبل منه يا رب. علي لطفي اكيد يعني زمان ان شاء الله حالته بقت افضل، فباذن الله مع اول مران يكونوا موجودين مع الفريق بشكل طبيعي في التدريبات الجماعيه. كورة بلس حسابه على تويتر، كولر يطلب 4 تقارير من الجهاز الطبي للأهلي لهذا السبب. إيه هو بقى السبب؟ الراجل يعني طالب من الجهاز الطبي تقريرا شاملا أو طبيا شاملا عن إصابات لاعبي الفريق وخصوصا متولي وعبد المنعم وأيمن أشرف، وعايز يقف على يعني آخر التطورات الخاصة بإصاباتهم عشان يعني يشوف الأمور هتمشي إزاي خلال المرحلة الجاية و امكانيه الاستعانه بهم، وامتى تكون الفتره اللي يكونوا متواجدين فيها بشكل تدريبات جماعيه مع النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل اكتر، استنوا يلا. طيب احنا من النهارده ان شاء الله لحد ما المونديال يخلص هيكون عندنا ترند المونديال بدل الترند العالمي، وده اللي هنتكلم فيه عن كل التفاصيل اللي تتعلق بكاس العالم قطر 2022. نبتدي بالحساب الرسمي للاتحاد القطري لكره القدم واللي اعلن امبارح بشكل رسمي قائمة المنتخب القطري اللي هتشارك في بطولة كأس العالم. أكتر من اسم مميز أكيد نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وأبرزهم طبعا النجم الأبرز هو أكرم عفيف، وفي كمان المعز علي، محمد منتاري، ناس حسن الهيدروسي، يعني في أسماء تقيلة. نتمنى يعني إن هم يأدوا بطولة كويسة رغم طبعا الصعوبة الكبيرة اللي هيواجهوها، منتخبات قوية للغاية. فبالتالي دي قائمة المنتخب القطري. في المقابل منتخب المغرب اللي أيضا بنتمنى له كل التوفيق في البطولة، وعنده أيضا مجموعة صعبة، المجموعة السادسة، ومنتخب شقيق، وده من حساب الطريق إلى 2022 على تويتر، وبيتكلموا عن القائمة. على فكرة القائمة دي متواجد فيها بدر بنون نجم النادي الأهلي السابق ولاعب قطر القطري الحالي، واكيد في عوائد ماديه هتخرج او هتدخل للنادي الاهلي من الاتحاد الدولي لكره القدم بخصوص بدر بنون، لانه كان قعد سنتين مع النادي الاهلي قبل ما ينتقل لقطر القطري، وفي اسلوب معين كده يعني متعلق بالجوانب اللي زي دي بخلاف علي معلول. طبعا ان شاء الله نتمنى له كمان كل التوفيق مع المنتخب التونسي. لكن من ابرز الاسماء كمان اللي متواجدين في المنتخب المغربي طبعا حكيم زياش وعودته، وايضا عبد الرازق حمد الله بعد فتره كبيره بالنسبه للاثنين بينضموا مع وليد الركراكي المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي. اكتر من اسم كمان جيد، سفيان بوفال من افضل اللاعبين بشوف من وجهه نظري، ياسين بونو طبعا من افضل الحراس المتواجدين في الدوري الاسباني. طيب خلينا كمان نروح لقائمه اخرى، هي قائمه المنتخب السعودي الشقيق اللي نتمنى له يا رب مع هيرفي رينار كل التوفيق في كاس العالم. قائمه ايضا مليئه بالاسماء الجيده الموجوده في الدوري السعودي، وعندهم اكيد خبرات مميزه يقدروا ان هم يقدموا مستوى جيد ويشرفوا الكره العربيه باذن الله تعالى. ايضا من حساب الطريق الى 2022 وقائمه ابطال العالم فرنسا، هل فرنسا هتقدر تتخطى او تكسر عقده ان بطل العالم لازم يخرج من الدور الاول زي ما حصل مع ايطاليا والمانيا واكثر من منتخب في الحقيقه واسبانيا كمان؟ فقائمه مليئه بالنجوم، لكن ابرز الغيابات في قائمه فرنسا هو بول بوجبا وانجولو كانتي بسبب الاصابات، لكن موجود كريم بنزيما افضل لاعب في العالم، وطبعا كيليان امبابي ونكونكو من احد ابرز المواهب الحاليه في العالم.
فبالتالي اكيد نتمنى لهم يعني ان هم يقدموا كوره كويسه ونتمتع بمنتخب كبير مرشح بكل قوه مع منتخب البرازيل للفوز ببطوله كاس العالم. نروح لفاصل سريع بعدين نكمل، استنونا يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تعالوا ناخد التفاعل بتاع جماهير النادي الاهلي من خلال سؤال حلقه النهارده، ورايكم في القائمه الاخيره او النهائيه اللي اعلنها فيتوريا استعدادا لمواجهه بلجيكا. يوسف حارس قال مساء الخير، مهما كانت تشكيله منتخب ضعيفه او قويه، احنا في ظهر منتخبنا وندعمه كل توفيق لمنتخبنا الوطني، وهم 11 لاعب واحنا 11 لاعب. كلام والله مهم جدا، طبعا اكيد كلنا بندعم منتخبنا الوطني، لكن انت في الاول في الاخر انت يعني 11 لعيب وهم 11 لعيب فرقه، لكن امكانيات اكيد مختلفه، لكن حاول تقدم شكل جيد واداء مميز. امين محمود قال عليها بعض التحفظات، ده بخصوص القائمه، لكن بغض النظر عن اي اسماء راحت ولا تستحق التواجد او اي اسماء غير موجوده وتستحق اللعب، لازم نكون كلنا في ظهر منتخبنا ونسنده بكل قوه، وفي الاخر هي مباراه وديه، اهلاوي وافتخر. واخر تعليق كمال بيقول ينقصها محمد شريف وكريم فؤاد، ودي ايضا وجهه نظر. يعني دي كانت ابرز تعليقات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده، دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا، الى اللقاء.